تقول: ما حكم الأضحية؟ وإذا كنت مدرسة وأتسلم راتب، هل تجب علي من صميم مالي؟ جزاكم الله خيرا. الأضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة على الصحيح، وهي شعيرة عظيمة يتأكد في حق المسلم الموسر أن يضحي، لأنها شعيرة عظيمة، وهي من سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفعلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحث عليها. فالذي عنده قدرة تأكد في حقه أن يذبح الأضحية عنه وعن أهل بيته، ويضحي عمن أراد من المسلمين من أقاربه الأحياء والأموات، وعمن أراد من المسلمين. لكن الأهم أنه يبدأ بنفسه وبأهل بيته، ويضحي عن أمواته من أقاربه ومن غيرهم. نعم.